ايه الو ايه هو اللي بيت سفنجيتي معنا ايد 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 حطهم عندك عم ببعث لهم هلا واتسابات لهيك العائله يلا ماشي بيت سفنجيتي كلهم صاروا معنا يلا مرحبا يا جماعه يعطيكم العافيه اهلا 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 انا الفنان فوزي ابو لوزي تفضل شرف قعدوا قعدوا اهلين خيي قعدوا كيفك استاذ حضرتك المرشح على الانتخابات هون لا نحن مسؤولين المكتب الانتخابي نحن الانتخابيه يعني وينو استاذ انور فجعان هو المرشح معك انور فجعان نحن عمالك حاجه فركله هذا ما بيشبع معلم ما بيشبع لا انه هي يعني اسم عائلته بتضحك شوي عم يبرم عم يبرم مع هالعالم ونحن قاعدين هلا مستلمين وينو عنده شيء مقابله هلا على الهواء انا كنت عم شوفه عم تابعه على التلفزيونات عنده اكيد نشاطات اجتماعيه كثير بس هو ما وصل على سي ان ان انا يعني كفنان فوزي ابو لوزي عملوا معي مقابله على سي ان ان انت حضرتك فوزي ابو لوزي ايه اشهر من ان اعرف شو بتعمل انا ابغى انا بغني يا اخي بعرف مطرب طويل عريض اهلين والبركه فيك أهلين. شو قال عم بصير في بيع اصوات وشريت اصوات تجاره اصوات بالحمله الانتخابيه شو الحكي بيع اصوات وبيع اصوات شو كلكم عم بتوحوا حالكم ما معكم خبر هيدي يعني فالشي بالبلد عادي لا يا عم اذا غيرنا ببيع وبيشتري احنا مالنا عليها بقى بس كثير نضاف وكفنا كثير نضيف يا شباب رح لكم اياها من الاخر انا رح صوته للاستاذ انا بحبه كثير يعني ولكن كفنا الاستاذ كفنا الاستاذ انور ولكن بما انه في بيع وشري انا جاي بيع صوتي يعني ما ننتفع على السعر هيدي صراحه قديش عم تدفعوا انتم بالصوت حاجه تعلي صوتك قديش عم تدفعوا قديش بتدفعوا قديش عم تدفعوا $100 $100 نعم اولا اذا هيدا السعر انا لا رح اروح عند واحد تاني صوت لهداك غريمه تعملوا 150 عودا فيها تقول لك شغلي هول الاسعار شعبيه كثير يعني هيدا الصوت اللي عم بيندفع هيدا صوت الباب البيبل العادي يعني يعني الناس العاديات بس صوت الفنان فوزي بولوزي الصوت الجوهري المخملي الرخامي هيدا بدك بيعه مثل الصوت العادي لك يا اساس هيدا الصوت اسمع بدك سمعك صوتي يا اخي ليش بيفرق عن صوتهم انت صوت صوت طرب طربي اصيل شرف سمع اسمع له صوت الو الو يا ساتر يا رب هيدا الصوت بدك سعره بنفس سعر لا لا غلطان كتير استاذ انا ما مستعد ضيع وقتي بدك نحكي دغري بالمباشر $1000 انا فكرت الف شو $1000 حق صوتي تنتخب لانه هيدا صوت مش مثل باقي الاصوات ما توخذوني مع احترام لكم لا امشي ها امشي امشي طيب ليك يا اخي رح اعمل لك مثل باكج شو هاي باكج؟ هيدي الباكج بتجي عادة عرض يعني اوفر باكج يعني باكج تفضل تفضل مع الصوت بعطيك اغنية هيدي الاغنية حماسية بتغنوها بتجيبوا فيها ناس واصوات وحماس بدكم تسمعوها للاغنية هيدي هيك لنشوف هيدي اذا بتشتريها هي والصوت يعني والله بتكون ضرب لقطة بيعت مسا وحياتك سمعنا سمعنا هيك لنشوف وبتزبط على الكل يعني اذا ما زبطت عندك بعطيها لهيدا الثاني منافسك بالمكتب هونيك الثاني يا خيي سمعنا هلا قري لي اياها انا عندنا في حدا من قري لي اياها اذا انت مش عم تعرف تقريها ارجع رجع لي شو بدي اقرا لا اقرا مش تخبر الدجاج اقرا انت هيك صارت هيدا خط الفنان فوزي بولوزي تفضل حاط قال له ايه بتساعدونا شباب ككورال تفضل قال له بترجاكم صوتوا لي هالحالي مش مقبولي اول ما تشوفوا الصندوق دغري الورقه فوتوا لي اول ما تشوفوا الصندوق دغري الورقه فوتوا لي حفظوها شفت كيف صوتوا لي وركزوا علي انا رح نظف هالجي انا منكن وانتو مني وحيكن كانه حيي انا منكن وانتو مني وحيكن كانه حيي بس لهونش منيحه ما اقولي كفي لشوف اوف يلا نمشي انا وياك ما تنساني وما بنساك انت انتخب وما احلاك وان ما بدك روح انضرب شو ها؟ يلا يلا انت ما احلاك يلا بدك روح انضرب ما تعشروا علي وليه بس قولوا انضرب حطوا ايدكم هنيك بعد ما خلصت شرف انت خبني بليز تنعمل بلد لذيذ الله يستر واذا بتفكر تزبلني إيه؟ راح اقول لك تلحس هالايد تزبلني راح اقول لك تلحس هالايد ايوه ايوه فعوا فعوا مين قال منكم هذيك الكلمه لا لا ما حدا حرام حرام قول له شوف يا حبيبي من مسير يا لطيف حياتي ما بتغير يا واذا بالطعمين الضرب إيه؟ بتكون واحد كذاب إذا طعمين الضرب بتكون واحد كذاب
اخر وحده عم بيعرف يكون واحد يقول للثاني صرتوا تغنوا هلا. اسمع لي يا استاذ. يا حلو مالك غيري وانا ما بعرقل سيري بس بينت واضحه. واذا بتضلك مطفي ايه راح اقول لك حل عن كتفي. واذا بتضلك مطفي راح اقول لك حل عن كتفي. طيب استاذ فوزي دعفونه معلم هيدي رح نشتريها 10,000. 10,000 شو؟ في 10,000 ليرة بتاخدهم فيها؟ لبناني؟ ايه لبناني. طيب يا اخي يلا بعت؟ منبيع لانه انا خطيبتي خواصر وصلتني جبلة 2 كيلو بطاطا 2 كيلو بندور والامور. يلا مبروكي مبروك. انت بتودونا المبلغ؟ خلص انا هلا يا اعطونه يلا ناولونا يا صفصوف. ان شاء الله بالتوفيق. سلموني كثير على الاستاذ. خذوا على المكتب لهونين حاسبه. تفضل سلموني على الاستاذ بالتوفيق. يا في 2000 زياده اجار الطريق مشحر كحيان تعبان. شو بدك تعمله؟ صوتوا لي وركزوا علي انا رح نضيف الجاي. واذا ما بتصوتوا لي ندري بعد شو. منيحه والله منيحه.